صدقا زهير ومدام فاطمة وسي صهيب ضقت ذرعا بالفذلكة في السياسة أو ما يعتقد سي عبد اللطيف المكي أنها فذلكة. شكرا أحمد الحباسي. ناخو من عندك تعليق عبد اللطيف المكي. فذلك خلي فذلك. لا مش يفذلك. أنت تعرف اللي هو يزرك مش يفذلك. هو حر. هو حر. ولو أني نفضل الفذلكة على النكران في الانتماء والأصل السياسي. التوانسة موش ينتخبوا إنسان يقولوا لهم في الشعارات. أنت خبرت النهضة ما كانتش بالشعارات وقالوا باش نعملوا فيه بلاش وباش نعملوا وباش نخدموا وباش نقدوا وكذا كلها شعارات فضفاضة. هذا وجهه للنهضة كي تجيك. ما عادش نهضة عبد اللطيف. ما عادش نهضة ومن فضلك إذا كان مازلت تعتبرني نهضة. لا قل لي أنا تجاوزت معاك في التقديم يا زهير القيادي السابق وصاحب مشروع جديد. أنا الأمين العام لحزب العمل والإنجاز. أنت القيادي السابق في حركة النهضة. الآن ما تجبدليش في كل فاصل النهضة. طيب أنا قدمت قراءتي وقدمت موقع. لا بالي واسع ومرتاح. هي معلش مانيش منرفز. ونفضل الفذلكة فذلكة سيناجي جلول مثلا. قدمت مشروع لوزير الفلاحة. تحكى علي وزير الفلاحة. قدمت مشروع درع. نزرع الدرع. وتعرف الدرع عميزته شنو؟ الدرع ما تطلبش الماء برشا والنبتة طويلة منها تجي معناها ماكلة الدرع ومنها تجي على لا مش لي ضحكت وزير الفلاحة. الأخرى باش تضحك وزير التربية. جامعة التعليم الثانوي تقول لك زاد باش يتم حجب الأعداد قبل ما تبدأ العودة المدرسية ووقفة احتجاجية. سميهم سيد المحجوب. احتجاجية. سميهم سيد المحجوب. نفضل الفذلكة والفكاهة متاع السيناجي على المفاضلة بين البحث عن الكرامة والبحث عن كيلو سكر. هذه هي الخطيئة اللي ارتكبها قيس سعيد. أنه منين كان التونسي يبحث على الشغل ويبحث على التنمية ويبحث كذا ولا يلوج على باك وقهوة ولكن ويلوج على كيلو سكر. فحقي طبيعي أن تكون لي ولوطني كرامة وأن تكون للمواطنين أبسط المواد الأساسية ومقومات الحياة. وحقي البديهي أن يكون الرئيس مهما اختلف معه التونسيون رئيسا لهم جميعا وأن يحول شعاراته إلى واقع. الناس اللي فرحت بقيس سعيد لأنه مصدق شعاراته باش يرخص في الأسعار وباش يقاوم الفساد وباش وين اليوم؟ أظن لم تعرف الأسعار صعود شاهق مثل ما عرفته في عهد قيس سعيد. ما هو الفساد اللي قاومه قيس سعيد؟ الناس جدت عليها شعارات، الناس طيبين. اليوم ما تحقق حتى شيء، بالعكس تحقق العكس اللي قام به قيس سعيد نتيجة الانقلاب نتاعه. ذقت ذرعا بخصوماتهم وسبابهم وكرهت نواميسهم في خيانة الوعد والعهد. من إحدى مواضيع خلافنا داخل النهضة قلنا ينتخبوك ناس وتبدأ تخدم في حدود ناس أخرين ومقط قواميسهم اللي يغرفوا منها كلامهم وعباراتهم في توصيف خصومهم. لولا عملاء الداخل وسقط المتاع الذين تحالفوا على تونس وتكالبوا عليها وتواطؤوا على سيادتها مع الرعاع الأجانب هؤلاء. ذقتوا ذرعا بأوهامهم. احنا بعد ما كملنا الاستفتاء وبعد ما بنينا الجمهورية الجديدة هذه اللي احنا اليوم في طور بنائها لزمنا بنيوها بناء علمي وبناء عملي. ذقت ذرعا بالمفسرين المبررين. ما في ضيف بحذاكم عاملين كي يحكي وكأني تحلت مجزرة بعد 25 جويلة في اقتصاد البلاد وفي التنمية بتاع البلاد. وما نحن عليه الآن هو نتاج لسنة من حكم الحكومة الجديدة. ما نحن عليه الآن هي مراكمة لحالة من التهميش وخيارات تنموية غالطة تتالت عبر عشرات السنين. فهمتوا المشكل مش في عام لحكم في سعيد. قيس سعيد عنده 401 يوم في السلطة. ماذا فعل؟ بالنهار يحسب فيها مسي عبد اللطيف المكي. المواطن العادي يصدق الشعارات هذه نقولوا عادي. أنا ملومش حتى مواطن عادي سواء كان معايا ولا ضدي ملوموش. أما السياسي يصدق في الشعارات هذوما مش عادي. اللهم جايب عركة الجامعة على السياسة ويصفي في خصومة إيديولوجية مع الخصم التقليدي دون أن يتفاعل معهم المنفرد بكل المسار ودون أن يكونوا هم أصلا راضين على اللي قاعد صاير فيغلفون كل هذا يغلفوا المباركة مباركة كل ما يفعله الحاكم بي. ثم ما شرحنا به في إطار مساندتنا لزحمة 25 جويلية قلنا أنها مساندة نقدية وطواعية واعية. لا هم فقط يتشمتون ويستمتعون بإقصاء الخصم لا غير. أسمع أطمز لي عين وأطمز له هو زوز عينين. ولأني ذقت ذرعا بكل هذا سأدحيهم إن صح التعبير كلهم لي سيد المحجوب. ونمشي نساند سينيجي جلول ونطيعه في مشروع الدرع. نعرف اللي هو مشروع وحده حضر له وحده خطط له وحده وانجزه وحده قاعد يبشر فيه وحده ويبرمج المستقبل وحده. أما ما يعرضش أني معاه بشي يكبر بي الحظبة ويظهر مشروعه ناجح. أما مع هذا معاه سيناجي في مشروع الدرع بطبيعة من باب المساندة نقدية وطواعية واعية. هاي جي معانا سي صهيب ولا حق انت مكليه المدة هذه جمهورية جديدة هذه اللي احنا اليوم في طور بنائها